يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصيدلية، ممكن تستلمها عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا، أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. أخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت إني طالب بر يا أخوي. هات هات، وش دخلك يا أخوي؟ ما تنام أنت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع أنت. سلفت ذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالدة. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحة، شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت، وتعلنا بالاستراحة. يلا يلا اوكي باي. لا لا، بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كده سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنه ما يحبون الكورة. أسمع يا عامر. إي عامر يا أبو. ها وش تبي أنت؟ لا لا، الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، إيش الهرجة؟ جارنا وضعه مريب، أنا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه أصوات غريبة. ها وراك فهيت أنت وياه اللي سويته يا أبويا. إيه بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم، وخصوصا إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، أصوات مواصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامر، شو وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفه غير طبيعيه، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيته واعرف ايش سالفته. يلا مشينا. يلا. يا ولد تفضل تفضل. اي هذه اليسار، لا تمشين، ادخل باليمين. ها أصدقائي، عزوتي، حبايبي، الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية. لو بس ما عرشتوني شويات وكفت أطلق ترى ما جيت. لا 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 أبد، المكان مكانكم، خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا، فلوها. ما شاء الله، لابسة خيمة. أمانة، 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 اعتبروها زي أختكم. سندريلا. مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو كان زين؟ ما شفت شيء بعد. شوف الساعة وشلون الله لا يبارك بالضيت. 5 نجوم. بصراحة يا تريكي ما كنت أتوقع إن المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدك. صدق؟ إيه. يلا نروح. هيا بينا. يلا. تفضل تفضل. الله، شوفي شوفي الدكه شلون، شوفي ما احلى ذا المنظر، كانك في وادي حنيفه. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء. تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، احلى شاهي لاحلى قلب. يلف قلبك يا تركي. وادي حنيفه ذا ولا حديقه الفوطه؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر قلم ايه، ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب انت وجهك فاهم غلط؟ لابس برقع على اساس انك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا. يلا بسرعه. يلا برا. شباب شريت اغراض للثلاجه.
بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجة الاستراحة ويلقونها فاضية. كفو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوة وفا، ما هي قوة وناسة وناسة، اللي على عسر الليالي ودر المواقف المواقف صح يصافيك صافيك، لو شافك ضايق ما صدي عنك براسة. كفو يا ابويا اتحداك، علي الطلاق لا شيل الاغراض. الله الله، شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضرة ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينة. هو هو يلي ما تستحي على وجهك يا قليل الحياة، هذا وش دخل علينا؟ هاي انت ما تستحي، انت بنص مخ انت وجهك ما تشبهون متي معي. مالك انت، انت قلت تعتبرون زي اختكم. زي اختي يا دنيا، زي اختي يا يلا نكتس هيا كفو يا البطران يا البطل. ايش رايك فيني؟ والله قول قسم لا بطمته. هذا قليل الادب، طردني ليتني ما حلت وطلقته انه يسكن في استراحتنا. تستاهل لانك قليل الحياه وراك تدخل زوجته داخل. ها معلش الويكند ما يناسبني، عندنا عزيمه. طيب عزيمتكم يوم الخميس ولا الجمعه؟ الجمعه. خلاص يوم الخميس، وش عندكم؟ يا ذكية الخميس تجهيز عزيمة الجمعة. يا ليل خلاص مو بلازم نطلع الويكند، نطلع وسط الأسبوع. لا وين تحسبين فاضيين مثلك؟ لا يا حبيبتي حنا عندنا دوامات، خلوها الويكند اللي بعده. لا لا معلش الويكند اللي بعده تمايم ولد بنت خالي. تمايم ولد بنت خالك؟ يا ليل مناسبة أبدا مو بمهمة. مو مهمة عندك يا حبيبتي، هذه بنت خالي أقرب لي من خواتي، وبعدين مين أنت طالع عمرك عشان تعلميني وش المهم وش اللي مو مهم بحياتي؟ كالعادة تهاوشوا ونسوا الموضوع الأساسي. أي موضوع؟ وش أي موضوع؟ موضوع الكشتة. يو خلاص نسيت، أقول لكم شيء خلوها الشهر الجاي. الشهر الجاي بالضبط. لا لا مو الشهر الجاي. كل مرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. موقف ورا الباب انت؟ لا لا يا بنت الناس لا تحطين شيء في ذمتك، انا كنت مار جنب الباب وانت مطقيته. نصاب كالعاده، كنت جالس تسمعنا من ورا الجدار. الله يصلح قلبك يا رب ان شاء الله. لا تفهميني صح، المهم متى قررتوا؟ خلاص قررنا كشتتنا تكون يوم 3 ديسمبر. داري سمعتكم. يعني تقريبا اسبوعين ونص. يو يا عيال، يعني علشان يخططون الكشته يقعدون اسبوعين ونص؟ صدقوني يا عيال انا مره كنت طالع من البيت جايكم على الاستراحه، فجاه كذا لقيت نفسي في البحرين. لا يا ابن الحلال، البنات جداولهم منظمه وترتيب وتخطيط وتنظيم وتستاذن من امها وقروشه، وعادي ترى على اتفه سبب تكنسل طلعتها قبلها بنص ساعه. هي فقي انا ماني جاي. قال ايه؟ قال احرسهم سكرتي انا. اوه صاد شكوش، حتى انا ما نبجي ابوك الجحده وراكم يا عيال. اقول لك ياسر ايش حنستفيد منهم؟ اكل وحلا وقهوه وشاهي، ما لذ وطاب، يعني بالعربي ميم ميم. هي ايش يعني ميم ميم؟ يعني مي ومناهي. درج انت، يعني محفول مكفول. الكشته هالمره ما راح تكون نفس كشتاتكم اللي متعودين عليها، يعني بتكون مودرن وتناسبنا احنا البنات. يعني مو بلازم تراب وبهذلة وقرف زي أشكالكم آخر مرة. كنا تسب يا عيال. لا لا تمشى، ودها تشارك بس. أقول لا تنسينا الزعفران اللي فوق راسس احتاجه بالكشتة. آه وراك انت ما تضحك. لا إيه عادية بس حبيت أشارك يعني. يا سخفك. المهم من بكرة بنبدأ تجهيز وبنروح نشتري فروات الكشتة. أنت أطلعي من المنقد أول شيء بعدين روح اشتري الفروة. فرما ضحكت الحين ما أدري مضحك؟ إيه. هذه حلوة والله. يلا أقول خفوا علينا يا طقم الفناجيل. إيه أبو حمود متى تفك الجبس؟ ما تشوف شر، ما تشوف شر. الجبهة أمشوا أمشوا. يا سخفكم بس، اسمعوا بنات عندي حساب في الانستغرام يبيع فروات تهبل. شوفوا يا بنات أنا أعرف لكم واحد في الثميري يبيع فروات ستايل نسائية رهيبة، بكلمة لكم يسوي لكم ديسكاونت.